بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد من دروس برمجة متجر التطبيقات. إن شاء الله اليوم راح ناخذ واجهة عرض التطبيق، شلون راح نسوي الواجهة الخاصة بكل تطبيق داخل المتجر اللي عندنا. احنا أخذنا بالدرس الفات شلون نعرض التطبيقات كلها بصفحة واحدة أو نعرضها حسب قسم معين، ومثل ما تشوفون هنا انه كل تطبيق ربطناه بصفحة احنا بعدنا ما مسويها. مثل ما نشوف بالكود هنا، مثل ما شفنا بالكود باعوا انه كل صفحة ربطناها العفو كل تطبيق ربطناه بصفحة. فهنا الصفحة سميناها app.php علامة استفهام id يساوي، فمعناها انه الصفحة هاي راح تستقبل الid حتى تعرض لي معلومات التطبيق المعين. فشلون نسوي احنا هي الشغلة؟ نسوي لنا ملف جديد اسمه اب. الاب راح يكون الشكل مالته قلنا نفس الاندكس نفس اللاي اوت، بس راح يختلف انه هنا راح تكون معلومات التطبيق. اول شيء انا احتاجه انه لازم اني اسحب معلومات التطبيق من الداتابيز بالاعتماد على الاي دي اللي اجاني من الصفحة اللي قبلها. فاول شيء اتأكد انه هل اكو اي دي، فاسيت جيت اي دي اني انفذ، اذا ماكو لا كل شيء ما اعرض اي شيء. خلينا نقول مثلا else، اذا ما جاني اي شيء يسوي exit مثلا او die no found. اذا موجود عندي id اني اخزن الid داخل متغير من نوع integer، هسه هذا الid راح اخليه داخل استعلام بالداتابيز. فاقول select star from files where file id يساوي الid اللي عندي اجاني من الصفحة اللي قبلها. ننفذ الاستعلام mysql i query connect sql. هسا اتاكد انه تنفذ الاستعلام عندي لو لا، فاشوفه تكون صفر العفو هنا كونكت. فاذا نفذ الاستعلام اوكي وجاب لي نتيجة، اني ابدي اجيب النتائج من الداتابيز. اذا ماكو هم اقول له داي نو فايل فاوند. شلون اجيب النتيجة من الداتابيز؟ مجرد انه انفذ اللي عاز مثلا فايل يساوي ماي سكيور فيتش اسوشيتد للكويري. فهسه كل معلومات التطبيق بهذا الاستعلام اللي نفذته انخزنت داخل اري اسمها فايل من نوع اسوشيتد. فبهيش حالة انه اشير الكي مالتها انه بس اكتب الاسم مالتها هنا اسم الحقل وراح اجيب المعلومة اللي اريدها. فهسه المعلومات كلها مخزونة عندي بالمتغير الاري اسمه فايل. نجي على التصميم مالتنا، احنا اتفقنا التصميم مالتنا يكون انه الصورة كبيرة وجواها الايقونة مال التطبيق وبصفحة المعلومات اللي هي الاسم الفيرجن اللي رافع الملف وهكذا، واللي جوا الوصف وصف بسيط. فشلون نسوي هيك شغلة؟ بما انه الصورة اللي فوق راح تاخذ المساحة كلها، فنسوي رو وناخذ كولوم كامل اللي هو md12. هنا راح تنعرض الصورة الكبيرة اللي فوق اللي مرفوعة بالابلودز. بعدين راح اقول لكم شلون نعطيها كلاس، بما انه الصورة نعطيها كلاس سموه image responsive، حتى اذا كانت الصورة كبيرة على كل شاشات تقدر هاي الصورة تاخذ الحجم المخصص لها، يعني ما تعبر حدود الشاشة. ونسد ال
بس عندنا هذا الروح يصير بيه الصورة الكبيرة. نبدي روث جوا همينه، وبهذا الروح نقسم عدة أقسام، قسم خاص للأيقونة فكول MD مثلا 3 هذا يخص الأيقونة، image source floods همينه هم بعدين نرجع شلون نسويها، class image responsive. هسه الـ MD3 بصفة كلاس MD call MD3 اللي بقى من الثلاثة نخليه، الحين ما راح نخلي كلها، راح نخلي أربعة. فبهاي الأربعة راح نخلي معلومات التطبيق مثلا H1، هنا حيكون التايتل مال التطبيق، جوا راح تكون معلومات صغيرة مثلا سبان خليها ما خليها بديف، خلينا نقول الابلودر الابلودر مثلا القسم هنا الكاتيجوري وجوا خلينا نقول سبان، خلينا نعطيها فد كلاس هيك شوية ليبل ليبل مثلا ديفولت الاصدار مثلا 1.1. هسه بعدين راح نمليها من الداتابيز احنا. وجوا هذا الرو، يعني هذا الرو الخاص بالصورة الكبيرة وهذا الرو خاص بالمعلومات. يبقى الرو الاخير الرو الاخير راح يكون يخص الوصف، نعطي كل الشاشة هنا حيكون الوصف يعني ما يأثر. فهذا هو الهيكلية الأساسية اللي سويناها الموقع. شلون نضمن كود PHP داخل كود HTML مثل ما أخذنا بعدة دروس. هسعدني الفايل يعني كل المعلومات بداخله. إذا أريد الصورة مثلا إحنا قلنا الصورة كبيرة اسمها برومو، فدرد يعني أخلي كود PHP داخل HTML، فأفتح كود PHP أكتب إيكو، أكتب العنصر اللي راح أعرضه على الشاشة اللي هو فايل مثلا فايل برومو، واسد كود ال PHP. فبيجي حالة صار عندي هذا العنصر هو كود PHP داخل كود HTML، فراح ينفذ هذا الكود ويخلي مكانه هنا مكان ورا الابلود، فراح يعرض لي الصورة. نفس الشيء بالنسبة للايقونة، همينا نفتح قوس PHP ايكو فايل فايل ايكون فبهاي الصيغة مالتنا نقدر احنا نخلي اي متغير بالبي اتش بي داخل الاتش تي ام ال. فهنا التايتل، هنا الابلودر، الصور اسمها فايل ابلودر، هنا الكاتيجوري فايل كات، الفيرجن فايل فيرجن، والوصف هنا حيكون فايل ديسكريبشن او فايل انفو نتذكر. هسه احنا هنا اخذنا المعلومه بهذا الاستعلام، خليناها متغير اسمه فايل، في حال من لقى نتيجه راح يوقف لي عرض الصفحه يقول لي داي. وراها انا اخذت الفايل وخليتها داخل كود ال HTML. نجي نشوف التطبيق مالتنا. ها مثل ما تشوفون هسه هنا التطبيقات اللي عندنا، المفروض من ادوس على اي تطبيق راح يعرض لي محتوياته والمعلومات اللي يخصه. فدسنا مثلا على هذا التطبيق، نلاحظ انه عرض لنا صورة البرومو، هاي الصورة الكبيرة، وجواها الاسم مالته وصورة التطبيق. وتعطينا هنا عندنا هنا 3.3، هاي 5.3 هي الاصدار مالتها، بس 3.1 هو القسم والابلودر وهذا الوصف. كل شيء اوكي، كل شيء تمام، الا انه الابلودر والكاتيجوري احنا ما نرتب هيك ارقام وبس هيك ارقام، فاحنا لازم ناخذ التسميه. فراح نسوي فانكشنات اثنين تسهل لي هاي العمليه، انه تاخذ الاي دي، تاخذ الرقم منا وتجيب لي اسم اليوزر، او تاخذ الاي دي منا وتجيب لي اسم القسم. بس خلي ننزل اول شيء هاي، اول ننزل اصدار جوا فيرجن، نكتب مثلا بصفحه فيرجن، وهنا نكتب الكاتيجوري
هنا نكتب الاب لودر. فمثل ما تشوفون هنا شوف شلون حيصير شكلها. حصل انه بهالطريقة، بس بدل 3-1 راح نخليه التسميات الصحيحة. شلون انفذ هالشي؟ الكود مالتي نفسه يبقى، بس مجرد هنا انه مو قلت له ايكو ابلودر، بدل ما اقول له ايكو فايل ابلودر، انا اسوي فت فانكشن مثلا اسمها جيت ابلودر. الجيت ابلودر راح تاخذ الاي دي الموجود داخل الفايل ابلودر، والكاتيجوري نفس الشيء، هم اقول لك كاتيجوري جيت كاتيجوري. فسويت فانكشنات اثنين، جيت ابلودر جيت كاتيجوري، واثنيناتهم ياخذن اي دي، وبالتالي راح ياخذن الاي دي ويرجعوا لي نتيجه كاسم. نفتح ملف الفانكشنز، ننزل بالاخير ونسوي لنا فانكشنات اثنين، فانكشن اسمها جيت ابلودر تاخذ اي دي كمتغير، بما انه راح اتعامل ويا داتابيز فلازم انا اخلي global connect، انفذ الاستعلام، select نجمة from users where user id يساوي ال id اللي اجاني من ال function. انفذ الاستعلام، اتاكد انه اكو نتيجه ولا لا، اذا ماكو نتيجه خليه يرجع لي مثلا return no user، يعني في حال ماكو اي نتيجه الريتيرن الاصلي للفانكشن حيكون هو نو يوزر. اذا اكو نتيجة راح يجيبها، تعرضوا انه اغلب الشغل مالتنا راح يكون بهالفانكشنات، يعني ما عندنا فانكشنات اكثر، هي اكو كومو فانكشنات للبي اتش بي، بس اني اقدر اختصر الشغل كله بهاي الفانكشنات البسيطة اللي تسوي لي اكثر شغل البي اتش بي. مثلا انا اقول له راسا للسهولة ريتيرن data username. فايل فانكشن راح تجيب لي الابلودر، نفس الفانكشن خلينا ناخذها كوبي بيست، نفس الفانكشن بس بدل جيت ابلودر نقول له جيت كات، همين راح تاخذ الاي دي، بدل ما يدور التيبل اليوزريه راح يدور التيبل الكاتيجوري، وير كات اي دي اسمها مو يوزر اي دي، حينفذ الاستعلام ويشيك انه الاستعلام موجود، اذا ما موجود يقول لي نو كاتيجوري، اذا موجود راح يرجع لي الكاتيجوري نيم. فهاي فانكشنات اثنين هسه المفروض راح تسوي لي الشغل المطلوب من عندها هنا. نجي على الصفحه مالتنا نسوي ريفرش، نلاحظ انه جابت لي المعلومات انه اللي رافع الملف اسمه يوزر 2 موجود ضمن قسم السوشيال. هسه تروحون على قسم الانترتينمنت مثلا، نختار اي تطبيق موجود، هذا هو التطبيق اللي عندنا، هذا الوصف مالته، تلاحظون انه القسم تغير انترتينمنت واللي رافعها ايضا يوزر 2، وهذا هو الوصف الخاص اللي عندنا. نشوف باقي التطبيقات شلون حيكون شكلها، مثلا تطبيق الفيسبوك تلاحظون همينه انه الاصدار موجود وكل المعلومات اللي احتاجيناها منه بالداتابيز موجوده. هسه احنا عرضنا المعلومات الاساسيه اللي نحتاجها، هسه اليوزر بده يحمل التطبيق، فلازم شي يسوي من يحمل التطبيق؟ لازم يوفر له فد بوتن للتحميل مال التطبيق. فموجود هنا أنا، فنخليها ضمن الحقل مال المعلومات، انه هم ننزل فد سطر ونخلي له اللينك الخاص للتحميل اتشرف، خليها هسه بدون اي شيء حاليا، نعطي كلاس على من شكل البوتن مالتنا، button raised button primary مثلا، ونكتب عليها download. من حياخذ المسار الخاص بالملف، احنا رافعيها كلها بفولدرز مع uploads سلاش، همينه بالبي اتش بي اني راح اخذ اسم الملف
واخليه هنا، فبدل ما يكون فايل تايتل حق فايل باث. فبهيك حاله انا راح اقدر احمل التطبيق مثل ما نشوف هسه هنا. سوي ريفرش، طلعت لي بوتون الداونلود. اذا ادوس عليها تطلع لي واجهة تحميل التطبيق داخل الحاسبة. وبهيك حال اني كملت واجهة عرض التطبيق، عرضة المعلومات الاساسية وعرضة واجهة للتحميل. صحيح هي مو مرتبة وما بها معلومات هواية، بس الفكرة انه انا اريد اوضح لك شلون ممكن تنفذ هي الشيء. ما راح انطيك يعني انا ما بدي اشرح لك انه شلون اسوي موقع محترف وادفانس، بس مجرد انه اعطيك الاساسيات انه حتى تسوي هيجي واجهة. اي سؤال اي استفسار تقدرون تطرحوه بالتعليقات او على صفحتنا بالفيسبوك. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. تحياتي لكم، مع السلامة.